ذهب اعتقد باكثر من 7 سنين يعني، وطبعا بطوله كبيره جدا، واي بطوله تضاف لنادي الزمالك بتبقى بالنسبه لنا حاجه كبيره. بطوله الدوري طبعا اغلب بطوله خصوصا بعد بعد ربنا طبعا النهارده لو مشيت مش لحال الحمد لله. جديد الزمالك في البطوله كانت خايبه، لكن ان شاء الله نكسبها اخر بطوله ان شاء الله الاسبوع الجاي، مباراه كبيره مع فريق كبير محترم زي الاهلي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرم فرح الزمالك. الحمد لله وعلاقه بغالي طبعا، هو كان غايب عننا بقاله 5 سنين، بس الحمد لله احنا ابتديناها من السنه اللي فاتت، حققنا كاس السنه اللي فاتت والسنه دي دوري، وان شاء الله تكمل السنه دي بالدوري والكاس ان شاء الله. والله هو في اول الموسم كان حصل لنا حبه لخبطه كده يعني، كان في عدم استقرار عشان كان في المجالس المعينه اللي كانت موجوده، بس مع وجود سياده المستشار مرتضى منصور يعني استقرار رجع تاني والدنيا اتظبطت والحمد لله زي ما انت شايف. الحمد لله النهارده على المكسب طبعا، المباراه كانت صعبه جدا. اولا بس عايز امسح الكابتن ميدو، طبعا حضرتك زي ما شفت يمكن الدوري كان في الاول احنا كنا متاخرين، ما كانتش ظروف احسن حاجه، ما كانش لسه في تدعيمات ولا اي حاجه خالص. طبعا مجلس الاداره الاستاذ مرتضى منصور والاستاذ احمد مرتضى دعموا الفرقه في وقت قصير جدا جدا جدا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نرجع بعد خساره كذا ماتش في الدوري، وكنا بعيد يعني عن المنافسه. خصوصا ان ده يمكن الدوري ده يمكن اصعب نسخ دوري مصر لعبناها قبل كده. كل الفرق زي ما حضرتك شفت ان هم مدعمين فرقهم بمحترفين كتير جدا على مستوى عالي، حتى النهارده نادي الاتحاد جايب 2 محترفين مستوى ممتاز جدا، والنادي الاهلي كذلك طبعا. الحمد لله يعني بفضل ربنا وبفضل طبعا الجمهور العظيم اللي دايما في ظهرنا في الاوقات الخساره وفي المكسب معانا في كل حاجه. السنه دي اصلا الموسم كان صعب جدا، تخبط في اول السنه، والحمد لله مجلس الاداره دعمنا بمحترفين ومعنويا وكل حاجه، الناس ما قصرتش معانا، واحنا حاولنا ان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا، والحمد لله رب العالمين جبنا الدوري يعني الحمد لله. الناس بتدعمنا من اول يوم في مكسب في خساره في كل وقت، الناس كانت واثقه فينا جدا، واحنا الحمد لله رب العالمين قد الوعد يعني. طبعا مرينا ظروف صعبه في اول موسم، كنا بنخسر كتير وكده، بس الحمد لله رب العالمين ربنا دعمنا، جبنا محترفين والحمد لله يعني دعمنا، والحمد لله عملنا ماتشات كويسه جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا طبعا كان صعبه جدا، وطبعا كنا بنقلب النهائي طبعا كان صعبة جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. طبعا الماتش قبل النهائي بتاع الاهلي طبعا كان مباراه قويه ومثيره طبعا، كل المصري شافتها، وكسبنا 3-2 الماتش الفيصل بعد ما تعادلنا 3-1. الحمد لله ربنا قدرنا نكسب طبعا الماتش ده اقل قوه من ماتش الاهلي، والحمد لله ربنا كرمنا بالدوري بعد غياب 6 سنين، والحمد لله بنشكر كل الناس اللي دعمتنا، مجلس الاداره، استاذ احمد مرتضى، الناس كلها طبعا جت النهارده فرحتنا، كابتن شيكابالا، كابتن عمرو زكي، الناس كلها كانت مبسوطه ومكسب، وبيخلي نادي الزمالك في الكره الطايره يرجع ان شاء الله بعد ما كسبنا الكاس السنه اللي فاتت الحمد لله، ان شاء الله تبقى امتداد للبطولات الجايه باذن الله. طبعا الاتحاد فريق محترم عامل من اول الموسم ومعاه 2 محترفين، الماتش يعني يبان ان هو شويه فيه اشواط سهله، لكن هو من جواه صعب مش سهل. والله احنا كسبنا المباراه لان ال 14 لعيب كانوا جاهزين، يعني اللي نزلوا من بره زي لعبه وزي الناس دي كله كان جاهز عن الفرقه الناحيه الثانيه، ما حصل لهم دروب في الاساسي ما عرفوش يعوضوا الدنيا.